المدينة. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، مرحبا بكم في حصتكم حصة رامي. على بالي بلي ولفتونا كيما حنا ولفناكم. كل يوم كل يوم كل يوم رانا نجو نزوركم من خلال القناة الجزائرية. أنا نروحوا لكل بلاصة ممكن نتوما تكونوا فيها مع أولادكم، تقضوا ولا تسهروا ولا تشموا الهواء. كما العادة نعطيكم زوج ألغاز، واللي جاوبوا الأجوبة الصحيحة حنربحوا معنا دي كادو سيربريز من عند رامي. تابعوني. صالح جيب القرا هذا. حبطت الجنان لقيت القارس، قارس يعني الليمون، مو مو ناموس باسكو يقولوا الناموس قارس. والقارس ما ناكلوش، نخاف يشيني يعني نحفني، والشيخ ما ناخدوش لو كان يغنيني، ما بتجوز بالختيار اذا بيعطيني مال الدنيا. الله الله. نروحوا للغز، اذا جاوبتوا الجواب صحيح على اللغز تربحوا معنا هديه من عند رامي. داكوغ، اللغز وش يقول؟ حاجة طير ما عندهاش جنحين وتاكل ما عندهاش أسنان، يعني حاجة شعمر. أنا يقول لي خلاص حاجة، شوف دركاي معروفة بزاف عندكم في سوريا. أي معروفة عندكم بزاف في سوريا. إن شاء الله ربي يهدي البال ويهدي الأحوال إن شاء الله يا رب. رصاصة تاكل بلا أسنان، هي جاوبتها. أو قلت لك قلت لي الصباح مثل الكلمة بتطلع بس ما ترجع. الرصاصة. الرصاصة. مبروك عليكم، هاكا ربحتوا معنا كادو من عند رامي، كادو سيربريز. نحطو حتى نشوفو شنو هو. ايش صح. مبروك عليكم. الله يعيشك، الله يهدي بالكم. مبروك عليك دموازل، الله يسلمك. تفضل ممثل شركة رامي باش يمدلنا الكادو. مبروك عليكم بصحة ولنا. هذا بغا ميكسور، باين باين باين. هادي باش ديروا به مهلبية ورز بحليب. الحمد لله كراكم بخير، طلعوا على خير، صحة سحوركم. مشاهدينا هذا كان أول فائز في حصة اليوم، استنونا باش تسمعوا اللغز الثاني والفائز الثاني. باي باي. الوغ نقرا لك البقاله صالحه. ميرسي خويا ربي يعيشك. بقاله تقول: مزيان القمر بضواها علينا طالع، ومزيان انسان اللي في قلبه جامع، ومزيان النجوم كي الياقوت المجمع، ومزيان اللي عطالو ربي ويكون قانع. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا كامل قانعين باللي عطانا ربي ان شاء الله. الوغ اللغز تاعنا يقول: اللغز تاعنا واش يقول؟ طيري حوام في راسو حديده، كل ما يحوم يجيب لي كلمه جديده. نعم اسمع. طيري حوام في راسو حديده، كل ما يحوم يجيب كلمه جديده. معليش تعاوديهم. طيري حوام في راسو حديده، كل ما يحوم يجيب لي كلمة جديدة. ماشي بشار الخير يا ودي يا ودي، ماشي بشار الخير. طيارة نو عنديه ما سمعتوش مليح. لا طيري حوام في راسو حديدة، كل ما يحوم يجيب لي كلمة جديدة. التليفون. معليش باش ما تروحوش يديكم فارغين، رامي يقدمكم مجموعة من مشروبات رامي. ميرسي. تفضلي مدام. الوغ هادو منتوجات رامي، كاين منتوجات جديدة خرجوا غير كيما، وكاين منتوجات نعرفهم حنا ومالفين نشربوهم. تشربوهم إن شاء الله بصحتكم وإن شاء الله صحة عيدكم. ونتلاقاو إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله في ساعة الخير بالك تلقاو معنا. يعيشك. معرفة خير إن شاء الله. الوغ اللغز تاعنا يقول: طيري حوام في راسو حديده، كل ما يحوم يجيب لي كلمه جديده.
سمعتي اللغز؟ سمعتي؟ عاودوه لك اش. طيري حوام، طيري حوام في راسو حديده، كل ما يحوم يجيب لي كلمه جديده. صحه فطورك يعيشك مدولها باش تكسر صيامها باش ما تروحيش يديك فارغين. رامي حمد لك مجموعه من منتوجات رامي. كسر اللي شوفي اليوم تلمو على بالي بك العطش، انت ماشي الجوع. شربي 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 بصحتك. ان شاء الله نتلاقاو بك في حصه جايه واحده اخرى، ان شاء الله تكوني فاطمه بيا وتربحي معنا ياك. صحه تفضلي مدام. يعطيك الصحه. طيري حوام، طيري حوام، طيري حوام فوق راسو حديده، كل ما يحوم يجيب لي كلمه جديده. ماشي كاع زاوش، حاجه نستعملوها نطلبوا بها العلم. ما راهش كاع نعاون باسكو بيا ديرك. طيري عوام، حوام، حوام فوق راسو حديده، كل ما يحوم يجيب لي كلمه جديده. صديق كل ما يحوم يجيب لي كلمه جديده. ما على باليش نورمالمون. ستيلو لا لا ستيلو. مبروك عليكم، اكو ربحتوا معنا كادو سيربريز من عند رامي. نهبطوا لتحت باش نشوفوا شنو هو. ميرسي، يعطيكم الصحه. صحه سحوركم. مبروك عليك مسيو، يعيشك مدام. مبروك عليك، صافاك فرحانة. هاوليك شوفي هو دوك خدم راسو شوية لقاها ستيلو. يتفضل مماثل شركة رامي، تفضل خويا. يعيشك. معليش هو رفت الطفلة انتي رفتي الكادو، واش فيه؟ فخيتوز. يعطيك الصحة خويا، بالصحة ولهنا وصحة سحوركم. الحمد لله انك صحة عيدك. الله يعيشكم. صحة عيد المينوشة، واسمها؟ ابتهاج. صحة عيدك عمري. مشاهدينا هادو كانوا اخر فائزين حصة اليوم، تقدروا تعاودوا تشوفوا هذه الحصة في صفحتنا تاع الفيسبوك بقالة رامي. نسيت الاسم، بقالة رامي، ولا اليوتيوب بقالة رامي. استناوني في العدد الجاي يعني غدوة ان شاء الله. هذا شهر رمضان رانا ندورو باختو 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 في الجزائر، وين راكو تسهروا مع ولادكم وين راكو تقضوا لهم، بالك نكونوا حنا نجو نشوفوكم، نطرحوا عليكم سؤال ولا لغز ونربحوكم. بقاو على خير.